نشرت قلت لون السياسيين الجبناء الرايحين للحج ما توصل حجتهم، وبعدني واكد وقسما برب الكعبه كل شو ما يوصل مو بس الحج. طب علي واحد بالتعليقات كاتب السيد احمد الياسري، زين سيد اغلط علي ما اقدر اقول لك كلب بالكلب فشل من الوادم، انعال ابن انعال فشل من الوادم، ذيل ابن ذيل فشله، شو اقول للناس؟ سيد خرا ابن خرا، زباله ابن زباله، منتوف ابن منتوف، سايب ابن سايب، فشل ما اقدر ارد عليه، فشله زحمه من الوادم. تقول ليش ترد عليه؟ سيد هذا فشله. زين انت اذا تريد تغلط على العالم وتتجاوز على الناس ليش تكتب سيد؟ السيد المفروض يعلمني، السيد المفروض يصير مهذب بكلامه، يحسب ألف حساب للحرف الواحد ينطقه. ما أقدر أرد عليك مو مثلك أنت، يعني إيش أقول لك؟ نعال ابن نعال فشل، زبالة ابن زبالة فشلة. زين الدافع عن السياسيين شو محصل؟ يا خرا يا ابن الخرا فشلة من الوادم التنوع عليه. أنت عندك علم، دكتوراه بالقانون، عنده شهادة دكتوراه بالقانون، يشتغل عماله وأولاد العاهرات ما يعرف يقرأ ويكتب، وقاعد ياخذ بفلوس العراقيين بكيفه. عندك علم، دكتور مهندس مدرس معلم عالم نووي عالم الذرة، يشتغلون على العائب، يشتغلون عماله، والزبايل ولد الزبايل صارت نواب وما تعرف تقرأ وتكتب، اجتها شهايد من إيران، اجتها شهايد من خارج القطر، خاف فشل يقولوا ليش ايش عندك ويا إيران؟ تدري عندك علم يا سيد يا زبالة يا خايز يا دمار المجتمع انتم يا ذيول، ما اقدر ارد عليك فشل الناس تنوع عليه. عندك علم دكتوراه ولك بالقانون، دكتوراه بالقانون الدولي مو القانون العراقي، يشتغل عماله وهذا حاط له كتاب طقطق يتهجئ حاكم له 40 مليون، هذا قانونك؟ هاي سياسيينك تدافع منه عنهم؟ سيد انت ما اقدر شو اقول لك، زباله حيوان قندره خرا بقصتك فشله، ما اقدر ارد عليك.